بالعوالم والوجود ورب أجناس البشر رب العوالم والوجود ورب أجناس البشر بك نستعيذ من الوساوس والظنون بك نستعيذ من الوساوس والظنون وما خطر يا من أحاط بكل شيء علمه وجرى القدر يا من أحاط بكل شيء علمه وجرى القدر حفظا من الخناس من يغري بشر مستطر واحفظ عبادك من أبالسة الضلال المنتشر واحفظ عبادك واحفظ عبادك من أبالسة الضلال المنتشر وفق عبادك للهدى والنور وفق عبادك للهدى والنور وفق عبادك للهدى والنور يا رب القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.